واش بلا لي لاباس وخا شمر راكم دوز بخير على خاطر تتفرجوا في الفيديو. نتمنى تكون على صحه حتى انت وليكم كاملين بخير. انا دابا تتواجد في واحد البلاصه اللي سميتها سياشا. مرحبا بكم كاملين في فلوج جديد. كيف معولين حنا ديما في الشينوا في مدينه هانجو اكزاكتلي دابا حنايا. دونك اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اكل يابانيه فريد من نوعه هنايا لاول مره هنا في الشينوا. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفلوج فريد من نوعه. غادي نمشيو عاوتاني للجانب ديال لي فلوج ديال الاكل وداك الشيء. المحل خدامين فيه شناوه مي اكل ياباني 100%. كنت كليت عندهم سيمانه قبل باش نشوف الاكل كيفاش داير نتعرف عليهم وبزاف ديال البلانات. واليوم جيت نبارطاجي معكم الفلوج في المحل. قدم لكم الشارع اللي فيه المحل هو هذا وهذا اللي بالزرق فوق. هذا هو المحل اللي بالزرق. اجي انا مابقى تابع غير الشمس باش تعطيني الاضاءه. وبعد قولوا لي كيفاش جاكم اللوك الجديد ديالي الحسانه الجديده الحسانه هنايا كي جاتكم؟ فوكوس لالا حنا نعاودتنا هاي الشمس مشات لهنا حنايا شو كي جيتكم بخير ولا لا؟ والله الا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو ناكلوا في هذا المطعم وغادي نبارطاجي معكم الاكل وكل شيء والاثمنه وكل شيء. لصقنا الجو برو في وجهنا دونك بغيتكم تعيشوا معايا الجو يكون داكشي بروفيسيونيل حيت انا عزيز علي ندير شي حاجه بروفيسيونيل للناس اللي بحالكم واعره. الجو برو تيبان مزيان وحنا دابا غندخلوا المحل. المهم الدخله هنا كاينه الماكله دوما الماكله اللي عندهم هنا. دونك الخوت حنا دابا تنتواجدوا في المطعم الياباني اللي خدامين فيه الشناوة. عندهم اكل ياباني اللي معروف بالسوشي بطبيعه الحال غني على التعريف. في المغرب كنت عزيز عليا نشري السوشي من موراكومول وكانت اختي صغيره كل ما تنصيفطها تسخر ملي تكون غادي موراكومول تنقول لها جيب لي معها السوشي وكانت تدير ديك الساعه 99 درهم. هذيك كانت بيزيك بلات تدير 99 درهم. مي دابا انا في الشينوا قلت زعما نقدر نلقى السوشي غالي بزاف. اول ما حتى نمشي لي ديال السوشي هو هذا وشفت الاثمنه ديالو في المتناول الجميع. ولكن في المغرب عاوتاني كاين واحد لا ديفيرونس انهم تيحطوا لك بزاف ديال السوشي انواع ديال السوشي في بلا واحد داكشي علاش غالي. اما هنا تاخذ نوع بنوع بنوع دونك الا خديتي كاع الانواع وجمعتي الثمن ديالهم غتلقاهم غلا من المغرب بطبيعه الحال. دونك اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم ثلاثه الحوايج كيفاش تقدر تخلص في المحل دوموندي في المحل في نفس الوقت وكيفاش داير الثمن هنا واش غالي رخيص وهذا وحتى الريزولطا ديال كيفاش داير الاكل ديالهم واش واعر با ما زعما نوت باد زعما بين وبين ولا عيان. دونك اول حاجه الخوت كيفاش تدوموندي هنايا في المحل. عندك ثلاثه ديال الحوايج كيفاش تدوموندي في المحل. هي تمشي تدوموندي لهيها لاكيز ديريكت هي تشوف المنيو هنايا تقول لها انا بغيت هذا تعطيك المنيو بحال هكا تلقى ديما محطوط في الطابله هذا مزيان. هي تتسكاني هنايا الكيو ار باش تسكاني بطبيعه الحال تسكانيه بالويشه. المهم انا نحيد البورطابل الى طير الدرون. انا بطبيعه الحال هنا في الشينوا من الاحسن تستعمل كيو ار باش تختار على خاطرك حتى المنيو تو تختار على خاطرك. مي من الاحسن الى مشيتي شي محل تلقى ديما الكيو ار في الطابله ديالو تتسكاني تاخذ اللي بغيتي وبعد مره تلقى الماكله هنايا زايده على اللي هنايا تدير سكان تتورك هاي تسكانا هنا تيطلعوا لك الاثمنه ديال داكشي. انا اليوم ان شاء الله غناخذ واحد السوشي فريد من نوعه تيفكرني بواحد المأثرة التاريخية في اليابان اللي هو فوجي سوشي. وغناخذ معاه واحد الأكلة اللي معروفة عندك في اليابان وفي الشينوا حتى هي هي هادي. دونك تتشري طلع لينا هادشي ب 25 كواي. السوشي فوجي سوشي خديته ب 19 كواي وهذيك الأكلة اللي في الروز وسط منه اللحم ديال الكراب. اللحم ديال الكراب راكم عارفين الكراب ولا السلطة اللي تكون في البحر سلطة سلطة مستر سلطة. واو الساكواي غناخذو ب 25 كواي غنتغداو هنايا. انا غادي نخلص بالويشات. في الويشات كان داكشي ساهل الميطود اللي يقدروا يخدموه الناس اللي ما تيدووش بالشينوية. انا دومونديت هما نهضو الخدمة. المهم الخوت كيف تشوفوا هذا هو المحل. ها هو صغير هو واعر بزاف. المحل تيفكرني بدوك الديور الصغار ديال اليابان. دوك الديور الصغار تيكونوا فيهم غير مربع فهمتيني تتعيش واحد المربع كاين الناموسيه الطواليت الكوزينه في نفس الوقت. يعني تيطيبوا هنايا الداخل كيف تشوفوا دوك الشعارات تلقاهم غير عند اليابان ما تلقاهمش الشينوا ما تيديروش بحال هذا الديزاين ديال الشعارات. العواصر تما يا سلام
دونك السوشي هذا اكثر ديال السوشي هنا ديال الحوت وكاين ديال الخنزير طبيعه الحال حيت حنا في الشينوا ضروري تيدخلوا الخنزير حتى اليابانيين تياكلوا الخنزير وكاين حتى ديال الدجاج واللحم كيفاش تعرفوا هنايا واش اللحم ديال الخنزير ولا لا اول حاجه خاصك تكون تعرف الشينوي دابا هنايا عندهم السوشي ديال الحوت هذا ديال النبته ديال البحر هذا ما فيه لا حوت لا والو كاين هذا ديال الحوت هادو ديال الحوت هادشي كامل ديال الحوت هذا فيه داك البيض ديال الحوت الفوق عرفتي حتى ندقوا نردوا عليك مي هذا عجبني ديال بصح هذا تيتسمى فوجي سوشي شنو ما يجاب ديال الاطباق يا سلام وهذا هو فوجي سوشي انا خديته دابا الشكل ديالو داير بحال الجبل ديال فوجي حتى هو بالبيض وفوق منه شي لعيبات المهم حداش فيه الثلج وداك الشيء تيبان داك اللون فيه تقريبا الغوز البيض داك الشيء بحال بحال الا دزتي لتحت غتلقى السوشي ديال الكروفيت كاين هذا السوشي ديال الكروفيت هذا ديال الكروفيت وهنايا كاين ديال اللحم هنا فين غادي تدوز السوشي ديال اللحم كاين هذا ديال الخنزير هذا الحلوف اللي تيتسمى جيروب الشينويه انواع ديال السوشي داك اللي فوق منه الحوت الخضر بحال السلمون وداك الشيء هو وكاين هنايا بزاف ديال انواع ديال السوشي هنايا تدور تتلقى انواع ديال الدجاج وداك الشيء المهم داك الشيء اللي زايد انايا خديت هذا المربى هذا المثلث ديال الروس فيه الكارب الطلاطه هذاك اللحم ديال السلطه وكاين هادو ديال الخضره من راك شفتهم وانا تنشرح هادشي دونك ارخص سوشي هنا عندهم 14 واغلى سوشي عندهم 80 كواي وهادو شي تسمون المقبلات المقبلات 12 كواي 7 كواي 22 كواي المهم هاد السوشي هذا ما فيه قال اللحم فيه غير المونك وفيه الفواكه زي انه داير بالروز والروز مكبوب عليه الكوب وعجبني ما نكذبش عليك بسم الله مزيان السوشي هذا يا سلام فيه المونك عرفتي في المونك شي والله اخوت المونك والله الا عزيز عليا احسن فاكهه عندي هو لابوف طاح لي سيسي طاح وحق الخوش المهم اللي بغى يجرب السوشي بارخص ثمن يجي للشياشة ف تنخلي لكم العنوان هنايا في البلاصة في كل المحل وذوق عندهم السوشي وقولوا لهم راكم جيتوا من عندي بطبيعة الحال صافي الناس بدو شي دخل شي جيب في قهوة خو تاع جد مونديت على شي ساعة هادي ما فوق شوية معطل جد مونديت على ساعة وخليت تما وقعت دار لي في الثلاجة ما خليتها باردة بقيت دار لي في الثلاجة مسكين قال لي مرحبا مرحبا ماشي مشكل فهاد الشركات اللي ديال ستارباكس ماشي نمشي بحال هاد الشركات ديال ماكدونالد ستارباكس هادي فقط السيرفيس قرار تحترمو تحترمو الكليان بحال اللي شفت شنو ولا ما احترمتيش الكليان تيجري ولا هذا هو الواجب ديال الخدمة غنكمل هاد اخر سوشي بقات لي الخوت هاي خامس حاجة ونعطيها لكم نتوما هاي ياكم ياكم بحال كاع ما ضقتش اتاي ديالنا مزيان اتاي بارد بارد مزيان مسوس شنو واش تشربوا اتشي بلاصك والله الا تشربوا اتشي بلاصك ولكن هاد اتشي بعدا جاني مزيان انا حتى اليابانيين معروفين باتشي دونك باش عرفوا واحد البلان اليابان هي متحر مع الشينوا راه خدات التقاليد ديالهم المهم جاب لينا الحلوى الديسير فابور هادي مش عاد تتبع هادي هادي تشو يجو شي دروب سبع كوار عطاتني انا والدري ما مفهمش المذاق تنقول انا عبد الله حلو مي ما حلوش انا يوهو اخوت ثاني هنا انا باقا لكم معاه ما سمحوا لي بزاف من الماكله داس واعر بزاف سوشي يا سلام احسن اكله عندي في اليابان وكنت هذيك النهار كليت واحد الاكله في الريستوران ديال اليابان وان شاء الله نمشيو ليها انا كنت نمشي جامعة اصدقاء ديالي شناهو ولكن كانت الماكلة غالية ديال بصح ما نجمع فلوس وغنمشيو نبارطاجيو داك الشيء كامل الناس اللي تيهو فينا دونك الخوت اتمنى الفيديو يكون عجبكم الى عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب نتابعو فيديو اخر ان شاء الله كان معكم يحيى في الدين بيس